الله وبركاته. أعزائي طلبة الثالث المهني الفرع الصناعي وفرع الحاسوب، أهلا وسهلا بكم في مرشحات لمادة اللغة الإنجليزية امتحان الوزارة 2023. في البداية عندنا relative clauses اللي هي ضمائر الوصل. ضمائر الوصل عادة لوهوس اللي أنتم عندكم، هو تسأل عن العاقل وهوس تسأل عن الشيء غير العاقل، يعني عن التملك. شلون عن التملك؟ شوفوا غالبا تعتمد على المعنى، لكن احنا مثلا هنا نشوفوا نترجمها الشرطه، وده عاده تجيكم من الكتاب، يعني تمارين الكتاب كلش مهمه. This is the policeman, he catch the thief. يعني الشرطه القت القبض على الحرامي او اللص. هنا This is the policeman who catch the، يعني هو احنا هنا كان السؤال عن، بما انه هنا هي وهنا نهايه اسم، فاذا هي تسالنا عن الشرطي، فبما انها تسالنا عن الشرطي اذا نستخدم هو. بينما اذا سالت عن اداه تملك his car نستخدم هوز، مثلا I was invited by the man his car is red. I was invited by the man whose car is red. هذا بالنسبه لهذا. ايضا عندنا هو both and both، مثلا سنان enjoying fish he enjoying hunting both and. هنا أنا من نستخدم both and، هو هذا الأستاذ المرشحن على اعتبار أنه هذني جنبسن، فش نسوي؟ أما نقول سنان enjoying both fishing and hunting، يعني إحنا الجملة الثانية راح من نربطها بand راح نحذف ناخذ فقط المفعول. هنا علي likes tea، أحمد likes tea، both and يقول both علي and أحمد، الاسم الأول like نشيل لأن ما يصير بها s، خلوها ببالكم like تي. بينما هنا كانت الجواب هنا انه السؤال انه يسال على الفشن، لانه العمل واحد، فاعل واحد بس العمل مختلف، الصيد صيد الاسماك والصيد، هنا الشخصين مختلفين. اذا الشخصين مختلفين تخلون بوث بالبدايه وتجيبون الفاعل الاول اند الفاعل الثاني والفعل الرئيسي زائد اللي مشترك به شنو ما. هنا لا تختلف، هنا لان الفاعل نفس الشيء، فنجيب الفاعل بالبدايه ونجيب الفعل الرئيسي وبعدين بوث ونجيب العمل اللي الصفه اللي مشترك بها هو شنو اللي يسويها ويؤديها. زين نجي على اف الشرطيه. اف الشرطيه احنا عندنا قد يكون اللي موجوده عندنا هي اف يو سيف، اذا كانت مع بعد اف يجينا المضارع بسيط، مضارع بسيط، ولا تنسون المضارع البسيط ياخذ اس اذا كان شي او هي او ات، اللي وراء اف، اللي بعد اف راح يجي مستقبل بسيط اللي هو بي ول، اللي هو بي ول، فتختارون ول باي. المبني للمجهول، المبني للمجهول ذا ستيودنت ول فيشنج ذا ريبورتر، دائما تختارون البازف فويس، يعني المبني للمجهول اخذ اللي وراء الفعل الرئيسي، اللي وراء الفعل الرئيسي هو ذا ريبورتس. شو اشوفه؟ بالمضارع اختار will، بالمستقبل بالماضي اختار بالماضي، فاقول will be، will be finished، واخلي التصريف الثالث للفعل finish اللي هو ed finished. هنا ذا لسن قد يختار لي هيجي سؤال، فبما انه بالهذا بالماضي اختار was designed، لان ما عندي been designed وما عندي finished، لازم was او will، فبما انه ماكو اختار was designed. هنا بالماضي ايضا the wall اختار was painted last go. ايضا عندنا ادوات الربط، ربط السبب والتناقض، he stayed working he is sick although، والرغم من، هذا غالبا تعتمد على المعنى، هو بس نجيب although، هو يعمل بقي بالعمل رغم مرضه، although he is sick he stays working although is sick، بس مجرد انه نعرف ونخليها. Because هي جملة عن السبب والنتيجة، انه he could lift the weight، هو يستطيع رفع الوزن يعني الاثقال. Because بسبب، هو قوي، شوفوا بسبب قوته شنو كانت النتيجة؟ النتيجة انه رفع الثقل، فهذا انه because تجي وراها جملة السبب ايضا بدون تغيير. عندي بالنسبة إلى such that و so that، شوفوا he was very busy I haven't seen him for a long time،
من اجي استخدم سو ذات، اجيب اول شيء الجمله الاولى هي معناها لكي او نتيجه لذلك، ايضا انه هو جدا مشغول، هي لم اراه منذ فتره طويله، يعني بسبب الشغل مالته وانشغال العمل نتيجته انا ما شفته. فاللي هي تجي نتيجه جمله السبب وبعدين النتيجه، شوفوا هي واز اللي اسوي هي واز من اشوف فري احذفها، هاي انا احكي لك على سو ذات بالربط بسو ذات، من اشوف فري احذفها اقول سو بازي زين، واجيب ذات واكمل الجمله، هاي فقط التغيير اللي يسوي. بينما بساتش شو اقول؟ اقول ات واز، اخلي ساتش واكمل الجمله ما لها علاقه، لان ساتش يجي وراها صفه زائد اسم، فاشورت هوليداي اطلع قصيره واكمل الجمله الثانيه. وعاده سو ذات الجمله الاولى اللي تشوفون بها فري او بها صفه هي اللي تاخذ ساج وسو. او قد يجيني هنا أنا فراغ، شنو اللي اختاره؟ تو سو ما تقدر تستخدموها، وتو ما تقدر تستخدموها، تستخدمون ساج. على اي اساس شفتوا ساج؟ لان شوفوا صفه زائد اسم، بما انه صفه زائد اسم لو فقط صفه تختارون سو، ماكو تختارون صفه. بينما هنا عندي تو تو، هاي تو معناها ايضا، وتو معناها لكي. تو هنا ستارت معناها مثلا the engine is very hot it may not start، الماكينه جدا حاره ربما لا تعمل. فهاي تو الثانيه يجي وراها فعل مجرد، خلوها ببالكم، فتختار تروحون على الفعل المجرد وتخلوها تو، the engine is too hot لذلك لن تعمل. هنا غلط، اكو غلط بالسؤال، لازم المفروض هنا يخلي not to start زين، لم تعمل او لم تبدا بالتشغيل. The engine is too hot not to start. الجمله الاخرى either or، either معناها اما او معناها او. I'll buy phone I'll buy a laptop، انا سوف، هنا أنا خطأ 100 ما لها علاقة 100 بالموضوع، هي نفسها أنا سوف أشتري، أي يرجع باي، either a phone or a laptop، either a phone or a laptop. أعزائي الأجدر للطلاب خل أشوف أقدر أغيرها، أي أقدر أغير لكم إياها، هاي تصير هنا تصير باي، I'll buy either a phone، أنا يعني مبينة من المعنى أنا أقدر أن أشتري أما تليفون أو اللابتوب. زين هذني هن اللي نستخدمهن كأدوات للربط. عندنا بعد نكمل أدوات الربط الزمنية اللي هي عندي آني حتى الآن، أدوات الربط الزمنية اللي هي as soon as while after. الفكرة انه وايل معناها بينما، وايل يجي وراها ماضي مستمر، الماضي المستمر هو فاعل زائد فعل مجرد اللي هو لو زائد لو از لو واز لو وير زائد اي ان جي. شوفوا دائما اللي بيها تشوفون بيها هيجي بيها واز وراها اي ان جي او وير وراها اي ان جي، يعني وايل تجي قدامها، يعني وايل تجي قدام هذه أسر. بينما انا اقرا هي اتصلت به، بينما هو انا اقرا يعني اجاني اتصال. زين هنا خل اسوي لكم هذه اللي هي هنا باي، هاي الكلمه وليست ميت، هاي الكلمه اجي هنا على الجمله الاخ باعوا هاي as soon as حالما، يقول هي will move to حله، بينما ايضا تجي هي buys a new house. احنا هنا as soon as اي تغيير بس اعرف وين اخليها، عاده as soon as تجي بعد الجمله الثانيه. يعني شوف هي will هو سوف يذهب الى الحله او يتحرك ينتقل الى الحله، شو وقت
عندما أو حالما يشتري بيت، يعني بعد ما يشتري. فإحنا هذه كأنما جملة هو بعد ما مسوي بالمستقبل العمل، فإحنا نستخدم as soon as he buy a new. Neither no لا ولا، يعني he doesn't speak English, he doesn't not speak French. يعني شو نقول he neither speak نشيل not، ما يصير not لأن هي تعبر، هو لم يتكلم الإنجليزية ولا الفرنسية. زين، هذا بالنسبة إلى neither. Show me the boy. قلنا whose brother is my friend. نستخدم whose الذي بين لي الولد whose الذي هو صديقي. يعني keep away نختار وراها from. إذا شفتوا keep away تختارون from. من نشوف وين نختار from. avoid يجي وراها اللي بي اي ان جي. اذا شفتوا avoid تختارون smoking اللي بي اي ان جي. زين، نجي نكمل على مواضيعنا. عندي شنو؟ عندي not only but also. ندى speak French, she speak English. not only يعني معناها لا تتكلم فقط، ندى doesn't not only speak. زين، ليش جبت does not؟ ما يصير استخدم not اذا اكو speak، اذا اكو speak لان تعرفون انه not تجي على الفعل المساعد، فلازم استخدم doesn't. ليش؟ لان speak فيها s. doesn't only speak French but also English بهذه الصيغه. عندي بالنسبه الى اسئله القطاع مع الكتاب، عندي state whether each of the following sentences is true or false، يعني اجب صح او خطا. Pollution is caused by industrial waste، يعني true معناها التلوث يحدث بسبب النفايات الصناعية. Macaroni can be self-adjusted، جواب true. Working in a coal mine could be very dangerous job، true يعني العمل في مناجم الفحم هو جدا خطر. We can preserve food for a long time، الجواب true، نستطيع حفظ الأطعمة لفترة طويلة، نعم. The old town mine is the Lion Cave in northern Africa، جواب false، يعني أقدم منجم للفحم هو يسموه كهف الأسد في أفريقيا الشمالية، جواب no. McDonald's is a dynamic field، هو مجال للحقل صحيح دايناميكي. Water pollution is not dangerous to life، false، التلوث المياه ليس خطر. Material recovered by mining include only coal، يعني نقدر انه نستخلص المعادن من الفحم فقط اللي تتضمن الفحم، جواب نو. The demand for McDonald's graduated is high، يعني الاعتماد على التقنيات الميكاترونيك اصبحت جدا عاليه، جواب نعم ترو. McDonald's product have many advantage of their counterparts، جواب true. Factory workers should reduce industrial waste، جواب true. ايضا عندنا which product better macaronic product or the counterparts، macaronic product are better than their counterparts. Mention some of the high acidic food fruits pickles jam. هذه بالنسبة ايضا عندنا how many safe ways of crossing food are there. The two ways. What is the meaning? Meaning is extracting substance from the air. What is the network? Two or more computers connected together. Who greet and post information through web page. Individual, companies, organizations. أيضا can we persevere from for the long time? How? Yes, we can by canning. Why did benefited use a vacuum seal to prevent area from getting back into the product? A network is two or more computer connect together. What are the same some types of pollution? Include water pollution, diesel pollution, air pollution, etc. Well, what is the first step in food canning? It is placing food in jar. Do you use the boiling water bath method? الجواب with high acidic food. Why were are some men
substance cheap because they are near of the Earth's surface. Well, what is actuators do? Actuators make things move. Donations impose restrictions to reduce pollutions. Yes, they do. وعندنا ايضا سؤال الاحرف المفقوده اللي هن هذول الكلمات مهمه paste potash online train inhale و click و browsers spoil rhinos و upload و cheese و download virus bakery engine و search و drinks و report و foods و voluntary و sensor و user نعم لان يدير بالكم عليها. عندي ايضا سؤال الاسقاطات اللي هو قد يجي علي 10 درجات. عندي اول شيء اكو الدايلوج اللي يجيني من عنده General Motors have help line how can I help you my car ran 5 for a week and now it won't go anywhere is the gas tank empty ha 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 how do you know there is a little gauge on the front panel with needle and marking from E to F. Where is needle pointing? It is pointing to E. What does that mean? It means you have to visit petrol vendor and purchase some more gasoline. Yes, you can install it yourself or buy the vendor to install it for you. Customer, what I paid? $12,000 for this car. Now you tell me that I have to keep buying more components. I want a car that comes with everything built in. أيضا عندي قد يجيني ذن الفراغات all 33 minerals trapped اللي الأشرات بالأزرق ذن المهمات undergone in the Chile for 69 days have been rescued one by one over tenses 22 hours that means emerged into freedom after spending over 2 months 700 meters underground the man were met with the world applause and huge and hacks from the rescues and the family before being put in stretcher and taken to hospital for 2 days for medical checks. أيضا عندنا 20 years ago tied in school had never even heard of the internet. Now I'll bet you cannot find a single person in your school who hasn't at least heard of it. In fact, many of use of us use it one popular basis and even have access to the from our homes. The net in internet really stands for that word. عندنا أيضا سؤال التوصيلات ذني اللي هن SPAM advanced testing. That comes to your email address interface, a point of interaction between two system of work groups, where calculus, a branch of mathematics, اللي هو calculation, calculus, a branch of mathematics which focuses on limited connections and differentiations. For username, a name you choose for yourself that isn't your real name. Where toxins, a poisonous material that can cause disease. وعندنا أيضا switch waste that human put down drains. Microwave oven, a kitchen appliance that cook of heat food by dielectric heating or ventilation that replacement of in clean air with the fresh air or exit rain that contains harmful chemicals or virus a hidden program
that can hurt your computer وسويتش ويست ذات هيومن بار داون ترينز ودامبنج بيسك ويست ان ان اريا ذات از نوت اوبريتد وبكري ا بليس وير بلاد از ميد وسموك air evaporation caused by reaction between chemicals وكارزور flashing line in computer ويوغرت a product of dairy product وروبورت advice can do many jobs وأكتوى a mechanical device for moving or controlling machine or system و password a secret word that only you and your parents know وايميل letter you send through your computer. ايضا عندنا التصنيفات ذني قد يجينا التصنيف اللي عندنا الفود اللي هي بيف وجام ودراي برودكت وسي فود وطماطمس وتشيز وبريد وبارتري وتشيكنز وفروت وميلك وعندنا مينينج اللي هي يعني الخاصه بالمعادن Metal material, material, copper, gold, silver, diamond, stone, iron, potash, cola, uranium. وعندنا internet, computer, network, mouse, keyboard, cursor, browsers, online, download, upload, وكليك وايميل ومسج. ومكترونكس عندنا interface, dishwashers, washing machine, report, microwave, calculus, و اكتشوتر وكرين وموتر والكترونيك وسنسر. عندنا بوليشن ويستس كونتمينيشن ديستبين سموك وسويتش واكسيد رين ودرينج وراديو اكتف وتكسانس وكربت ونيوكلا. هذا بالنسبة الى تصنيف الجاي. هذا نموذج هيك يجيكم. Classify the following word into the three groups following food, computer, mechatronic. عندي online أروح على الانترنت وملك على الفود وموتر على المكترونيك ويوغرت على الفود وماوس على الانترنت وكراين على المكترونيك وأورنج على الفود. شوفوا وباسوير على الانترنت وريبورت على المكترونيك. يعني شوفوا كلهن جاي من 9 وكل وحدة 3. ايضا عندنا الاد يعني اختار هذه اد يعني اخر الكلمه الغريبه يمكن الاستفاده. شوفوا which is the odd one out iron silver smoke copper كلهن معادن باستثناء smoke اللي هي خاصه بالتلوث. which is the odd one out quickly well easily smart كلهن غروب باستثناء smart صفه. Now which is the odd one out go on between at كلهن حروف يعني حروف جر باستثناء الجو. عندي بالنسبة إلى الأصوات عليها 10 درجات. أيضا تجيني judge subject jump stage هذا صوت الجر بينما صوت التير looked passed shut bucket stop وصوت الاس sit cups looks reports وصوت الاف fall laps elephants enough وصوت الـ I seed feel الـ I طويلة feel heat وصوت الـ ID wanted coded added painted landed sounded وصوت الـ K موجود في come queen care cut caught وصوت الـ ink على صوت الـ ink موجود بالـ ING boring drink swing think صوت الـ ish موجود بالـ leisure measure rija وvision وصوت الـ check موجود بـ check ledger culture future chain picture. صوت الـ U طويلة موجود بـ fork spoon pool moon foot. صوت الـ W موجود بالـ quick why away quite twin. صوت الـ S موجود بالـ three health thin. صوت الـ Is موجود بالـ mother their brother. صوت الـ IZ موجود بالـ places traces, damages, bridges, boxes. صوت الـ S قلناها موجود نفس الثن أثر ثن وصوت الـ H موجود بوش nation, mention, pressure وانشوا. صوت الـ A موجود calm, hurt,
دائما الاي اذا جا وراها حرف صحيح او حرف الال كل لفظ اي طويله فذا وفاست. عندي الانشاءات المهمه، عندي اول شيء جام ميكينج ات هوم. The people usually use many kinds of fruit like apples, figs, and orange for jam making. We should cut the fruit into smaller parts and don't leave them whole. We added sugar, water, and lemon juice to the fruit before boiling it. After boiling the fruit, we should put boiled fruit immediately in jars to prevent air from getting back into them. Jam. The advance of mechatronics in life. Mechatronics is a mechanical engineering and electrical engineering into a whole. The important devices of mechatronics are watering cars, CD and DVD players, microwave ovens, keyboards, etc. Mechatronics products are better than their counterparts because mechatronics can be self-adjusting. Mechatronics change with the movement in technology. عندنا أيضا قطعة الإنترنت الإنشاء. The internet, my family has wireless internet access in our home. We use the internet on the regular basis. We use the internet for both fun and education. The internet can help us to learn English by news, advices, games, forums, etc. The other advantages that young people can get from using the internet are download and upload programs. هذا بالنسبة للموجود. عندنا أيضا كيفية الإجابة على القطعة الخارجية إذا كانت تبدأ بأداة استفهام اللي هي what أو when أو whose أو where أو why أو how أو how many أو much. ايش نسوي؟ نلاحظ الكلمة الأخيرة بالسؤال ونبحث عنها في القطعة الخارجية ونأخذ الفقرة كاملة من النقطة إلى النقطة والبارزة. أيضا إذا جاء في السؤال القطعة الخارجية التايتل يعني يريد العنوان، فالعنوان عادة يجي في بداية القطعة وقد موجودة is أو are أو means أو rivers to. أو تجينا على شكل فراغات نبحث عن الفراغ ونكمل. أما إذا جاءت في بداية mention أو name يعني معناها اذكر. إذا كان السؤال بأفعال المساعدة اللي هي do, does, did, is, are, was, were, can, could, should, would, would نستخدم يا أما yes ونجاوب كان أو نجيب no ونجيب can't أو isn't. زين هذا عندي، هذا نموذج لقطعة خارجية يقول أريد read the following passage carefully and then answer the question. Blue, the communication is very of expressing other our thoughts. We can express our feelings to others by speaking, writing or silent indications. All living beings communicated to each other in different ways. Ways they have different types of voices and they understand meaning of voices of their species. Human has also developed his dialect to communicate with other when learning different languages. To understand meanings of other dialect means of communication are the most necessary part of the modern lifestyle in modern age. There are many types of communication like newspaper, telephone, mobile, TV, internet, etc. But they play very important role in our daily life activities. عندنا هنا مثلا how can we express our feeling. Other job we can express our feeling to other by speaking, writing or silent indications. Why has a human developed his dialect? A human has also developed his dialect to communicate with other. Divine communication. The communication is the way of expressing our thoughts. Name some of the modern types of communication. Newspaper, telephone, mobile, TV, internet, etc. Name or mention, يعني اذكر نفس الشيء. You're alive
beings communicated to each other in similar ways? No, they do not. All the living beings communicated to each other in different way. In different way, give suitable title for the passage, the communication. هذا كل ما موجود في مرشحات مادة اللغة الإنجليزية الخاصة للثالث مهني الفرع الصناعي وفرع الحاسوب. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.